معنا على الهاتف النائب محمد أنور السادات. مساء الخير يا سيادة النائب، اهلا بيك يا استاذه لميس. اهلا بيك. يعني تعليقك على جلسة النهاردة، تعليقك على أداء الدكتور علي عبد العال، كيف شاهدت ما حدث؟ يعني هو طبعا من الصعب ان احنا نحكم على اداء رئيس المجلس الجديد الدكتور علي عبد العال، لان طبعا جلسة اجرائية وطبيعي بيبقى فيها شد وجذب، انما يعني ده هنتركها للجلسات القادمه. نعم. نقدر نحكم. هو راجل مش عايز كلام، يعني خلفيه قانونيه وراجل فقيه قانوني، لكن المهم بقى اداره الجلسات، هو ده المهم. هيحتوي المواقف اللي ممكن تظهر اثناء يعني المناقشات، طلب الكلمه، ده اللي لسه هيبان. احنا ما زلنا في جلسه الاجراءات لانتخاب الوكيلين، عندنا 12 مرشح منهم سيدتين، والتصويت يتم الآن. أعتقد مش هننتهي قبل الساعة 12 مساء بالظبط. أبدا. يعني طيب سيادة النائب، يعني كان بيقول دكتور علي عبد العال انه يا جماعة احنا العالم كله بينظر إلينا، هل انت كنت شايف ان في مشهد مش لطيف، ولا يعني كان في بعض الفوضى، ولا الحقيقة انه من ارتكبوا هذه الفوضى لا يتعدوا اكتر من 2 3 في النهاية؟ نعم، يعني من ارتكب هذه من غير ذكر اسماء بقى، علشان احنا عندنا حظ، اللي كان شوية في بعض من الصراخ، و ده كان في بدايات الجلسة قبل انتخاب الرئيس، ومسألة يعني أنا شايف إنها تحدث، يعني ما هياش حاجة غريبة، كان متوقع إن ده يحدث يعني، إنما مرت وعدت، والكل حريص على إنه الناس كلها بتبص علينا، وإحنا مهم قوي إن إحنا نستعيد ثقة الناس في إن البرلمان ده فعلا برلمان يمثلهم وبرلمان على المستوى اللائق. يعني انا اعتقد هيبقى في انضباط اكتر، طبعا هيبقى في ويتعلموا يعني بلاش التليفونات نوع من السيطرة اكتر في بالظبط. الجلسات القادمة ان شاء الله. حضرتك انتخبت مين بقى في الوكيلين؟ والله لسه انا هودلي بصوتي لسه دلوقتي، لسه ايوه يعني هتودلي اكيد بصوتك هنتخذ لمين شهادة يعني كأحد الوكيلين، وهنتخذ شخص اخر يعني. ايوه مين كأحد الوكيلين مين؟ يعني عندي علاء عبد المنعم من الناس المميزين، تمام، وربما أنيسة حسونة كمان. ده ايه الجمال ده، هتنتخب سيدة، ده احنا نبقى سعداء جدا. ميرسي. لا يعني أنيسة حسونة حد ناشط وحد مشرف يعني، واعتقد المهم ان يبقى في تمثيل للمرأة في الوكالة. بشكرك سيادة النائب محمد انور السادات.